مسابقة دوائر للطلبة 2021 2022 فكرة القارة الجديدة بس مع نال. مدرسة سوريا سليمان كلادة التجمع الأول ضد مدرسة المشير أحمد إسماعيل التجمع الأول. بنتمنى التوفيق لمدرستنا ومديرتنا وإن شاء الله ربنا ما يضيعش مجهودنا. شكرا لأستاذ صلاح. ألف شكر. شكرا لأستاذ صلاح. جميع الطلبة من حيث باكستان الطلبة والطالبات طلبة رجالتنا رجالة المشير ربنا معاكم. شكرا لأستاذ صلاح على هذا التقديم الجميل. الأستاذ مجدي الأستاذة المديرة إدارة المدرسة إن شاء الله ربنا يكرمنا يا أستاذة. طبعا معانا بص أشرف الهادي طبعا الناس اللي كورة طبعا 11/12/2021 اللقاء في مدرسة فاطمة عنان بجوار الإدارة التعليمية. طالبات ويليام عدد قليل هو اللي حاضر النهارده المسابقة. طلبة مركزين على غرفة الاستعداد. بس الصراحة الله يعينك. طلبة ويليام للأسف مش قادرين يعملوا حاجة قدام أباطرة المشير. البنات جالهم حالة ذهول. الهزيمة للأسف منقرة. ده بيبين مجهود اللعاب قام بيه مدرسين المشير لإعادة الفريق ده عشان يمثل القاهرة الجديدة والتجمع الأول. في مسابقة أول الطلبة على مستوى حفص القاهرة. كل السادة بيشيدوا مدرسة المشير. الله أكبر. الله يكون فتحة خير ومنتخبنا القومي النهارده يفوز على الأردن. إن شاء الله إن شاء الله. أسئلة مادة الكيمياء طلبة متركزة طلبة المشير وطالبات ويليام ربنا يسهل. واللجنة المنظمة الأستاذ المشرفين المنظمين من الإدارة التعليمية. البوادر بيقول قول إن المشير اكتساح. المشير اكتساح. يلا أستاذ صلاح. مادة اللغة العربية مسك الختام. اعلان نتيجة المسابقة ان شاء الله على خير. مشير احمد اسماعيل مشير احمد اسماعيل مشير احمد اسماعيل. رفعت راسنا يا رجاله رفعت راسنا تمام كده تمام. الطلاب يترقبون الاستاذ صلاح على استعداد لاعلان النتيجه. النتيجه هذا ليس عذرا يا استاذ. هذا ليس عذرا. انضباط المدرسه هو اللي بيحدد. المدرسه المفروض تكون منضبطه. لازم يبقى في احترام للمسابقه. الله اكبر الله اكبر. ولو المدرسه لو ويليام كلها جت هتكسب برضه. الف مبروك مشير مشير. ارفع ايدك يا ابني ارفع ايدك. ولو ويليام كلها حصلت هتكسب. الساعه 3 4
الله اكبر رجاله رفعت راسنا يا جماعه. الف الف مبروك الف مبروك يا رجاله الف مبروك. ايوه كده حضرتك في ضربه جابت كوبايه 100 زي كويس. الف شكر لجنه التحكيم الف شكر يا جماعه. الاستاذه المديره اداره المدرسه ان شاء الله ربنا يكرمنا يا استاذ ربنا يكرمنا يا استاذ ربنا يكرمنا يا استاذ.